واحد قال لزوجته وهو على فراش الموت: أمانة بالله فيكي إنك تتزوجي، أنت لساتك صغيرة وحلوة. حزنت كتير واطلعت عليه وقالت له: خلص مثل ما بدك. نظر إليها نظرة كلها حنان وسألها: يعني رح تتزوجي؟ قالت له: إيه رح أتزوج. قال لها: ورح يسكن بيتي؟ قالت له: أيوة. قال لها: ورح يربي أولادي؟ قالت له: طيب بربي أولادك. قال لها: ورح يلبس بيجامتي؟ قالت له: لا. استغرب وسألها: إيش معنى لا؟ كلهم إيه ويلبس بيجامتي لا؟ قالت له: لأنه أطول منك يا حبيبي. سمحت بعد اذنك، كنت عايز اصلح الموبايل ده. ده ماله ده؟ لا مفيش، وانا بشرب شويه ماء اقع في السماعه، بس يا ريت تصلحه. ماشي يا عم. عينيا. ايه يا عم الماء دي كلها يا عم؟ ايه ده؟ وبعدين الماء سخنه كده ليه؟ دي اكيد من حراره التليفون. ايه يا ابني عملت ايه يا ابني؟ قلقتني عليك، الله يخرب بيتك. ايه يا ابني مالك في ايه؟ لما قفلت في وش التليفون قلقت عليك يا صاحبي، رحت لك البيت، الجماعه عندك قالوا لي التليفون بتاعه وقع في قاعده الحمام وراح يصلحه.